لغتك هي جزء مهم من هويتك، جايز ما تحسش بالكلمة دي قوي وانت عايش في بلدك معزز مكرم، لكنك هتحس بيها قوي لو سافرت بره. كل شعب في العالم هتلاقيه فخور بلغته، وبلاد كتير في أوروبا لو حاولت تتكلم مع أهلها بلغة تانية غير لغتهم مش هيردوا عليك، لأنه مش حابب يتكلم لغة غير لغته. وإحنا كعرب محظوظين جداً بلغتنا، لغتنا الشعرية الفصيحة الجميلة الراسخة. العربي جميل لما تسمعه في شعر، أو لما تسمعه في ترتيل، أو لما تسمعه في أغنية، أو لما تسمعه في فيلم. وإحنا بالذات كمصريين محظوظين جداً بلهجتنا، لأن لهجتنا المصرية مفهومة في كل بلاد العالم العربي. تخيل يبقى معاك جواز سفر يدخلك 22 بلد من المحيط للخليج. مش بس يدخلك البلد، ده يدخلك قلوب أهلها، لأن كل العرب بيعشقوا اللهجة المصرية. عشان كده اخترنا النهاردة فارس من فرسان اللغة، سواء اللغة الفصحى أو العامية، شاعر بيشكلها زي الجواهرجي ويزوقها كمان عشان يقدمها في أجمل شكل. معانا الشاعر الكبير دكتور مدحت العدل اللي هيعرفنا إزاي نتمسك بهويتنا وسط عالم متقلب جداً. ومعانا كمان في الحلقة دي ضيفة عزيزة علاقتها باللغة العربية مش قوية قوي، بس هي مصممة تحسنها وإحنا مصممين نساعدها. ولأن مصر دايماً مهتمة بولادها في الخارج، كانت مبادرة اتكلم عربي واحدة من مبادرات وزارة الهجرة لمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج، وخصوصاً الأجيال الجديدة اللي ما عاشتش في مصر كتير، وبالتالي كانوا بيواجهوا خطر إنهم ينسوا العربي. خلونا نشوف اللقاء هيتم ازاي، وهل هنحتاج فيه لاي شكل من الترجمه. زيوتين لك نغم اقول لك يا نادي باريس تعالى وحاسبني ممكن تقولها بالراحه بس انا اتكلم عربي ما اتكلمش هندي يعني حاسه ان انا سمعت الستوري دي فيري كيرينج دكتور مدحت العدل ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لو عايز توصف نفسك في ثلاث كلمات تقول عن نفسك ايه؟ شاب عمره الالف عام. حلو قوي الكلام ده. ازيك يا نغم؟ الحمد لله. لو عايزة توصفي نفسك في ثلاث كلمات تقولي عن نفسك ايه؟ بضحك على اي حاجة، مش صبورة خالص بصراحة. كايند. طيبة؟ طيبة. انتي متواضعة كمان. نفسك طيبة. ليه بتحب مصر يا دكتور؟ مملوكش ما احبهاش، حاجة جوه القلب وجوه الدم وجوه الروح لازم احبها يعني. اكتر حاجة بتحبيها في مصر؟ الناس. بحب اللي هم سهل اللي احنا اللي انت تعرفي عليهم، وسهل اللي انت تندمجي معاهم، تحسي اللي انت مع عيلتك اللي هو لك مش حد اللي انت عمرك ما شفتيه او مش عايزه تكلميه او حاجه، تحسي انت ممكن لك تساليهم على اي حاجه من غير ما تتكسفي على اي حاجه كده. سو مساعدين وبيساعدوا والله. طب لو رشدت الدكتور كده هتكتبها تقول لاي ام او اب اعمل 1 2 3 عشان ولادك يبقوا مش حاسين العربي ده تقيل ولازم بقى نقعد نتعلمه؟ العربي على فكرة لغة سهلة لو فهمتها، وانا اللي حببني في اللغة امي وابويا ومدرس اللغة العربية بتاعي، فانا لما رعيت وانا بجيب مدرس لولادي عربي اخترته بعناية فائقة، شفت كذا مدرس وقعدت اتكلمت معاه لغاية ما لقيت راجل دمه خفيف ولذيذ ومنفتح ومش كشر ومش بحب العربي عن طريقه. اكتر مكان في مصر بتحبي كده تروحيه من فتره للتانيه؟ ساحل. بتحبي ايه في الساحل؟ البحر والناس، بيكون كده الجو اللي كل الناس مع بعض اللي بالليل خالص وكده، عمرك ما بتكوني لوحدك. ايه اكتر حاجه بتبقى وحشاكي وانتي بره مصر؟ عيلتي وصحابي. وايه اللي بيوحشك وانتي في مصر من حياتك اللي كانت بره؟ اما بتثينك اباوت ات، لو بتفكري فيها بالظبط كده ما بلاقيش حاجه اللي انا لك بتخليني عايزه ارجع. ايه اغرب كلمه عربي اتعلمتيها؟ ما كنتش عارفه. زيطين. زيطين. يعني ايه زيطين؟ لك ناس كده مقفورين يعني. بالظبط. تفتكري لما الاجانب بيحبوا يتعلموا عربي دي حاجه سهله بالنسبه لهم؟ نو. ليه؟ عشان العربي لغه كومبلكس قوي، التشكيل والفتحه كده والكسره وكده صعب قوي، بس وفي لك حروف الاجانب ما بيعرفوش يقولوها، لك نغم ما فيش، ولا التيتشر بتاعتي لما مش مصري ما بيعرفش يقولوا اسمي خالص. اغرب طريقه سمعتي بيها اسمك كانت عامله ازاي؟ نغم. ما اعرفش جابوها منين بس بيقولوها كده. عارفه ان ايه نغم؟ ميلودي. طيب النهارده معانا نغم. نغم عاشت كتير قوي بره مصر والعربي عندها بعافيه حبتين. هنقعد مع بعض دلوقتي ومعاها نلعب مع بعض كده لعبه شعر لطيفه. شكلك هتتعبي معانا شويه بس هتتبسطي ان شاء الله. ان شاء الله. ونشوف هنوصل معاها لفين. وانا مسؤوليتي ان نغم بعد سنه سنتين تبقى بتتكلم عربي. يا نغم
انت دلوقتي ليه بتحب الشارع بتاعكم اللي انت اتولدت فيه؟ لو رحت بسافرت بره مصر هتقعدي في احلى مكان في العالم لمده اسبوع وتزهقي، صح؟ ونفسك ترجعي لبيتك ومكانك والشارع بتاعك واصحابك اللي معاكي واللي صح؟ هو ده اللي احنا بنسميه الوطن. الاحساس بالحنين للمكان والاصدقاء والذكريات، هو ده الوطن طول عمره. الوطن هو المكان اللي بتحس ان انت لما تقعي هتلاقي حد يسندك. فانا قلت ده يعني ايه كلمه وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حلم الشجن، شاي بالحليب على قهوه في الظاهر هناك، نسمه اعصار السيده ودير الملاك. الاماكن والتفاصيل الصغيره بالنسبه لك مش هتختلف عن بالنسبه لي، مش هتختلف عن بالنسبه لبنت صغيره او راجل كبير. ذكرياتنا هي وطن. يعني انت ما بتسافري ما بتبقيش نفسك ترجعي تاني بيتك؟ انا لما سافرت وعشت بره عشان مش معايا العيله وكده، بس تحس ان انت مش تفيت ان اللي انت مش المفروض مش انك مرتاحه بالظبط اللي انت المفروض ما تكونش هناك. اوكي. سو اما رجعت بصراحه ايوز كده كلنا كنا مع بعض والعيله وايمات. انت كنت عايشه فين؟ امريكا. بس اللي سافر دلوقتي مصر ويغيب عنها شويه يرجع يلاقي في تغييرات كتيره قوي حصلت. دي حقيقه. حضرتك بتشوف التغييرات دي ايه اعظم واهم حاجه حصلت مؤخرا في المشاريع الاخيره؟ وجه مصر اتغير. الاهتمام بالبني ادم المصري ده كان مفتقد الحقيقه 30 40 سنه. الانسان نفسه، احساس الانسان انه وطنه اللي هو يعني حكومته يعني وزرائه يعني مهتمين بيه. فاحنا دلوقتي شايفين محاوله لان مصر ترجع بلد بجد، بلد فيها شوارع نظيفة، بلد فيها طرق، بلد فيها قرى محترمة، بلد بيعملوا مبادرات للصحة وللعيون وللكشف. الاهتمام بالإنسان المصري أنا رأيي يعني هو أهم شيء بحصل دلوقتي. إيه أحلى حاجة شايفاها في مصر؟ الشعب. أنا أحس كده اللي أنت الناس عارفين بعض، كلنا بن get along، متعود على بعض، متعود على بعض بسرعة قوي. أول لما جيت مصر يعني اتعرفت على الناس اسرع بكتير قوي ما اتعرفت مع لك. حاسه ان انا قربت على صحابي اكتر ما انا كل السنين اللي كنت عايشه بره. ولو رجعتي تاني تسافري وتعيشي بره مصر، ايه اكتر حاجه هتوحشك قوي كده؟ عيلتي وصحابي والهوليديز، رمضان والعيد كده اما بتكونيش مع عيلتك فيل لك اكنه حاجه عاديه. الكلام اللي بتقوله ده كلام عظيم. لان مصر فعلا انا قضيت في السعوديه رمضان، مش هو ده رمضان اللي انا اعرفه. يعني رمضان اللي انا اعرفه هي اللمه دي، لمه العيله هي رمضان بالنسبه لنا واحنا مصريين. احنا اللي اخترعنا البهجه. يعني يقول لك ده شعب حزين وبتاع، لا، احنا اللي عملنا الكحك، واحنا اللي عملنا المهلبيه، واحنا اللي عملنا عاشور. يعني عاشوره بره يموتوا نفسهم يضربوا نفسهم بالسيوف، عاشوره عندنا نعمل عاشوره ونحط فستق والجيران يدوا لبعض. يعني مصر مظاهر الحياه فيها مظاهر عبقرية مرتبطة باللي هي بتقوله، الناس بتحب بعض، ناسها. مصر هي ناسها. لو عايزين نغني أغنية من أغنيات حضرتك العظيمة اللي عملتها بقى طول التاريخ، اختار لنا نبدأ كده بأغنية إيه؟ غنوة زي ما هي أحبها. لأن أنت ما بتنقيش تحبي في حبيبتك إيه ولا تحبي في مامتك إيه. أنت بتحب مامتك زي ما هي، مش لأنها أعظم أم، لأنها في الآخر إنسانة، لكن أنت بتحبها لأنها أمك. وبتحب بلدك لأنها بلدك، مش لأنها أجمل بلد. فانا بقول زي ما هي احبها بحلوها وبمرها، لكن انت مش هتقعد تنقي في البلد. انا بحب مصر جديده اصلها حلوه وشعرها حلوه، بس ما بحبش القليوبيه لانها زحمه. زي ما هي بكل ذكرياتك فيها، بكل تعبك فيها، بكل نجاحاتك فيها. فانا بحب غنوه زي ما هي احبها. طب واغنيه رصيف نمره خمسه؟ رصيف نمره خمسه هي القاهره او هي اي مدينه من مدن مصر اللي هي برضو بتقول ان مصر هي ناسها. فرصيف نمره خمسه بتمثل بالنسبه لي القاهرة الحقيقية. يعني اتعملت أغاني عن القاهرة من أوتيل سبع نجوم، لا دي مش القاهرة، القاهرة بتاعت ناس. لكن القاهرة بتاعتنا كلنا هي دي القاهرة، البوتيك، الراجل الحلاق، الترماي بسنجة في روض الفرج، هي دي القاهرة أو المدن الكبرى اللي هي بتدي طعم للمدينة اللي انت عايش فيها اللي انت بتشتاق له مهما تعبت فيه. طب لعبتنا بقى ايه؟ ان حضرتك هتقول أربع جمل من رصيف نمر خمسة للأنسة نغم. طب ونغم بقى ايه هتفسر لك كلمة كلمة. طب ما قايلها حاجة سهلة. لا ده لسه البداية. طيب. دي أسهل واحدة عندنا. أوكي. فسري يا ست أنغام. كلاكس الترول اللي بيسور وداني بيوجع وداني. طيب صح. شحتة المزاين، عارف يعني مزين؟ يعني حلاق.
يبقى بيقعد يرغي. بس برافو، بيقعد يرغي في ودان، بياكل ودان يعني. عادي، انت عارفه الحلاقين بتوع زمان هو ما بيتكلم يقعد يتكلم في ودنك. حضرتك عارف الالفاظ الجديده اللي طالعه الولاد دلوقتي بيقولوها الى حد ما؟ زي ايه بقى اكتشفته مؤخرا جديد؟ يعني زي اشتغلني وكبر والحاجات اللي زي دي، يعني بسمعها كتير يعني. بس بتستخدمها؟ يعني اللغه كائن حي، اللغه عايشه بتطور الزمن يعني. الالفاظ اللي كانت بتستخدم من 70 سنه ما عادوش بتستخدمها دلوقتي. حتى في الاغاني. انت ايه اغرب كلمه ماما بتقولها لك في البيت وانت يعني عمرك غير الشبشب والحاجات اللي بتجري وراكي بايد؟ انا مامتي بتقول حاجات ما بفهمهاش خالص. زي ايه؟ اسامه مامتي تقدر تسمع لغه عربيه كمان. كل كلامها بيكون صعب قوي اللي انا افهمه اساسا. زي ايه؟ مفيش حاجه فاكراها. اوكي. وكمان هي بتحب الشعر وده كله. في البيت بقى شغاله. طب دي حاجه حلوه ان ماما بتحب الشعر، ده جزء من ثقافتك. انت اكيد بتتكلمي انجليش كويس. يعني نصيحه، اللغه العربيه دي لغه عظيمه. بتكلمها 600 700 مليون. دي لغه مهمه. فانت مش عشان اللغه الانجليزيه اللي هي انت بتتكلمي بيها تفقدي لغه تانية. فانت سنك 16 سنه عندك وماما يعني مدرسه لغه عربيه وبتقول لك شعر، فما تفقديش جزء من هويتك الاصليه ان انت تتكلمي عربي. ما اصل هي بتخلينا ساعات ما نتكلمش انجليش في البيت. وده صح. نتكلم عربي بس. دي حقيقه. يعني هو ده الصح، لان انا بتكلم انجليش لما يبقى في حاجه تستنى اتكلم انجليش. لكن انا مش معقول ابقى في بيت مصري وماما بتاعت لغه عربيه ونتكلم انجليزي يعني. يعني القرايه هي اللي بتخليكي ليكي هويه. وانا هقول لك ان اذا كنت انا دلوقتي ليا اسم، اذا كنت كسبت فلوس، اذا كان عندي بيوت، كل ده جاي من ان انا وانا صغير كنت بحب القرايه. بس انا دكتور بشري، الطب كله سبته لصالح هوايتي اللي هي القرايه. ولولا ان انا بحب القرايه، لا كنت بقيت شاعر، ولا كنت بقيت كاتب سينمائي، ولا كنت بقيت صاحب راي، ولا كل حاجه. يعني تخيل ان انت تبقي مجرد انك بتحب القرايه، مستقبلك وحياتك وتاريخك كله ضاير. اكتر بيت شعر بيفكرك بمصر قوي؟ انا ان قدر الاله مماتي لا ارى الشرق يرفع الراس بعدي. نغم، تعرفي عمرو دياب؟ هو مفيش حد في مصر ما يعرفش عمرو دياب. عارفه له اغاني؟ بسمع اغاني اللي كل الناس لك ثلاث دقات دي كانت كل الناس عمرو دياب. ما شاء الله. دي مش عمرو دياب على فكره. ثلاث دقات مش عمرو دياب. هو عمرو دياب عنده اربعه بس دول يعني ثلاث. انا اسفه. لا لا ولا يهمك، اسفه ليه؟ ما عادي، ما الاغاني بس عارفه ثلاث دقات. دي عارفه حلوه بتحبيها. طيب تعرفي عمرو دياب منين؟ من اي محافظه في مصر؟ لا، والدته من بورسعيد ووالده من الشرقيه. مسيره عمرو دياب اللي عملها انا اللي كنت كاتبها له. فهو من الشرقيه ومن بورسعيد. عايزين نطلع الشرقيه وبورسعيد من الخريطه. بصي. انت عندك مصر عامله، بص الدلتا عامله كده. النيل هو مصر. اوكي. فالنيل عباره عن جاي من تحت من الجنوب طالع لفوق. وبتقسم لفرعين، فرع رشيد، فرع دمياط. ماشي. رشيد ناحيه اسكندريه ودمياط الناحيه الثانيه. فعندك ما بين فرعين النيل ده الدلتا. اللي هو الوجه البحري اللي هو فيه الشرقيه وفيه المنصوره وفيه المنوفيه وفيه القليوبيه. الفرع اللي لوحده ده ما تنزلي تحت ده الجنوب، اللي هو بيبتدي من الفيوم، بني سويف، سوهاج، اسيوط، سوهاج هنا، اسوان والاقصر وكده. فانت عندك بورسعيد لازم تبقى على البحر لانها مينا. اوكي. وبين الضلعين بتوع النيل هتلاقي محافظه الشرقيه في وسطه. يبقى هناك. هي هناك الشرقيه. الشرقيه على فكره بيحدها الصحراء الشرقيه. الصحراء الشرقيه دي اللي دخل منها الفتح العربي الاسلامي على مصر، فهي محافظه مهمه لانها كانت مدخل للفتح العربي او الاسلامي لمصر، جم عن طريق الشرقيه. بورسعيد بقى فين؟ هي هتكون حته فوق كده صح؟ على البحر. على البحر؟ لا على البحر لانها ميناء. يبقى فوق جنب الاسكندريه كده. اسمها بورت سعيد. اوكي. يعني ميناء سعيد. اوكي. بورسعيد مهمه جدا لان بتمر عندها قناه السويس. عارفه ان في قناه السويس الجديده؟ هو قناه السويس حاجه مهمه قوي في مصر. دي ليه بقى؟ لا مش في مصر، قناه السويس حاجه مهمه للعالم بس هي في مصر. صح. اوكي. وقامت بسببها. قناه السويس دي بتسهل حاجات كتير قوي في العالم. بالظبط كده، المرور، التجاره. بالظبط كده. عشان هي موصله منين لفين؟ يعني هي التجاره ليه مهمه عليها قناه السويس؟
مش متاكده. حاولي. طب بصي الخريطه كده تعرفي تطلعيها. بص على الخريطه. قناه السويس. هي قناه السويس. قناه السويس. أيوة. واصله. أيوة. من البحر الاحمر اهو. ده فرع الفرعين اللي هم كده بتوع البحر الاحمر. أوه. اللي على الشمال ده موصول للبحر الابيض بقناه السويس. سمعتي بقى عن مبادره تتكلم عربي؟ اه. ايه بقى اللي انت بتشجع الناس اللي هي ما بتعرفش تتكلم عربي كويس اللي هم يتكلموا عربي وما يكونوش اللي هم محتاجين اللغه دي مش يخسروا لغتهم. دكتور مدحت كتبت اغنيه لمبادره تتكلم عربي. ما تغششنا كلماتها بقى. فبقول الغنوه اللي بقول الكلام مش الحروف دي عيون مليانه شوف. يعني الحروف لوحدها لا تعني شيء، لكن الحروف لما بتتركب بتبقى كلمه وكلمه لها معنى. لغه بلادك يعني ذاتك. واضحه ولا دي واضحه؟ تحررك من اي خوف، اتعلم وتكلم عربي. هنا اهلك حضنك وامانك، فاتحين احضانهم بالعربي يقولوا لك بيتك ومكانك. في بلاد تانية جميله اكيد زي امريكا كده اتربيت وكبرت هناك، لكن الشمع اللي هتقيد وهتفضل في الشده معاك ناسك اللي يخافوا عليك ويحاربوا الاهوال علشان الموضوع مش مجرد ان انا اتكلم وانت تتكلم. كل دي بتترجم لاشياء تفيد البلد في الاخر. عشان كده السينما المصريه والفن المصري فضل 100 سنه هو مسيطر على المنطقه العربيه. فانت تروحي اي بلد وجربي كده لما تسافري المغرب مثلا وتتكلمي لهجتنا المصريه العاديه دي، شوف الناس هترحب بيك ازاي. لان بيشوفوكي يقول لك دي فاتن حمامه، بيشوفوكي يقول لك دي سعاد حسن. دي حقيقه. وكنت لما اروح المغرب اخش اي محل اعرفه ان مصري يدوني 50% تخفيض على اي حاجه اشتريها. بجد؟ والله. لا والله فعلا. لان هم حاسين ان ده نوستالجيا بتاعتهم وحاجاتهم كلها افلام المصريه والحاجات المصريه. شوفي قد ايه لغتك وفنك بيخش جوه الوجدان فيأثر في الناس ازاي. دلوقتي يقول من بلد محمد صلاح. بالظبط. شوفي صلاح عامل ايه. هي دي اسمها اللي احنا بنسميها حتى في امريكا كل حد عارف محمد. كل حد عارف محمد. ليه؟ هي دي اللي بنسميها القوه الناعمه. يعني تبقي قويه بس من غير ما تحاربي ومن غير ما تعملي وكده. تقول ايه لوزاره الهجره يا دكتور؟ انا اصلي منحاز قوي للدكتوره نبيله جدا. ست مثال بصراحه، يعني هي مثال لما يجب ان يكون عليه وزير من التواضع والثقافه ومعرفة الناس ومعرفة دورها الحقيقي ودور وزارتها. انها تقف جنب مصري واحد بيشتكي في الكويت فتسافر وتكلمه وتعمله. هو ده اللي يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين. تحب تقول ايه النغم؟ هلا انت جميلة. شكرا. بجد والله. وضحكتك حلوة. شكرا. واسمعي كلام ماما وتعلمي. وعشان خاطري افتكر الراجل ده بعد 10 سنين كده اذا كنت موجود ولا مش موجود. لو ابتديت تقري من دلوقتي انت ستيل يونج، انت صغيرة وتقدري لو عندك عادة حلوة عايزة تكتسبيها سهل تكتسبيها. لو كبرتي عن كده وما تعودتيش تقري مش هتقري. وانا بيني وبينك صداقة، خدي تليفوني وانا هقولك تبتدي تقري ايه عشان تحب القراية. دورنا احنا كناس كبار، انتوا اللي هتبقوا تحكموا البلد دي بعد كده، فانتوا لازم تتربوا على حب البلد دي والانتماء. الانتماء ما بيجيش غير باللغة. شكرا يا دكتور مدحت جدا على وجودك النهارده معانا. ميرسي يا نغم، انت النهارده كنت في ليفل الوحش على فكره، دي من اللعبات الثقيله بس الحلوه قوي قوي. ما شاء الله عليك. ميرسي جدا ليك. شكرا. كل طفل بيبقى نفسه يسافر اليابان، نفسه يروح الصين، نفسه كل طفل. فانت لما بتجيب له أدب الرحلات يقعد يقرأ. في كتاب عظيم على فكرة لأنيس منصور اسمه 200 يوم حول العالم. القراية تعود. أنت أول ما تبتدي تتعود أنك تقرأ أنت بنفسك شوية بشوية تبقى ما تقدرش تعيش من غير ما تقرأ. لو عايز ولادك يبقوا مرتبطين بيك وبجدتهم وجدهم وبجيرانك وبخلانهم وعماتهم وتبقى أسرة مصرية، لازم تعلمه يتكلم عربي. اتكلم عربي.